الطبيب مثلا أدواته هي الجراحة مثلا أو الجسد البشري، يعني كيف يتم تفتيته أو دراسته بالأعضاء على مدة 10 سنوات أو 11 سنة، يعني بين تعليم ودكتوراه إلى آخره. المهندس كذلك يعني المعماري بده الأرض الجيولوجية مثلا، المواد الخاضعة للبيئة تناسبة مقاومة للزلازل إلى آخره. قصدي هاي المهام إلى معايير، يعني هي معايير دقيقة، هي 1+1 يساوي 2. كمان بعرف الفلاف نفس الشيء عنده معيار، يعني لازم يحط الحمص جوز فول أو خبز مطحون إذا بده غش، طبعا لبن مع خس مع خبز، يعني في معايير عم يلعب، هي مكررة يعني مشترة ما فيها شغل، يعني هي يعني كيف تعليمك عم يتم، كيف انت عم تطبقه على الواقع بكل الحذر تبعه، يعني كيف ينفهم. هلا بالرسم العكس تماما، بيكون انت مثلا يعني قاعدة 1+1 ما بسوي 2، لانه هي قاعدة العلاقة بالخيال او اجتراح الاشياء المخبوءة في الذاكرة او في المخيلة وطرحها الى القماش لايجادها ككائن. يعني هاي الفروقات ضروري تكون موجودة. يعني هلا تستلم انت من الاطباء، يعني ممكن الشكل البصري، في كتير رسامين يعني استخدموا هذا الغلاف ما تحت الجلد، الامعاء المصارين الدورة الدموية الاولى الكبرى الدورة الصغرى، يعني الكلياس كلهم القلب، يعني كله يرسم، يعني خاصة فنون البوب ارت، يعني بالرسم بينشغل عليه. الرسم هو اي شيء مجال بصري، يعني والحياة كلها بصر، يعني الحياة مو لغة، الحياة يعني هذا الكرسي، هاي الأشياء، السمك، الشمع، كل شيء هو حالة بصرية، أي بمحدد بخط ولون وشكل. يعني أنا برى العالم بهذه الطريقة، يعني لا أراه بطريقة أخرى، يعني بس ما في شك إنه الناس يعني الطبيب مثلا ممكن يشوفوا بالشكل يعني علمي، يعني الزجاج بيفكر بالزجاج، المرأة تفكر بالمكياج باللباس بالفاشن مثلا، يعني الكل يرى الأمور كما يعني ترى من المهنة تبعه، يعني والمهنة حقيقة تسحب من الشخص أدوات الحياة تبعه، بتصير هي جزء من لحمه ودمه وأشياءه. يعني هاي التفاهمات اللي عم تتم حول اللوحة تبعي هي تفاهمات عديدة، يعني الناس اللي عندهم مشاكل سيكولوجية صعبة أو معقدة، واللي عندهم كمان الناس اللي عندهم يعني بطر شديد، يعني بطر ما بعد الخيال، يعني على النقيضين من المستوى النفسي تبعهم، هن بيحبوا أعمالهم أو عاشقين للوحة وعندهم لوحات في بيوتهم ومنازلهم وقصورهم. الأشخاص الحياة أنا متعددين الزبائن تبعي، يعني من الشباب كبار، ناس متعددين، أفغانستان، باكستان، سوريا، أمريكا، سويسرا، كله موجود. في أعمال أنا يعني أستغرب يعني إنه هي تكون موجودة في أماكن أنا ما بتوقع مثلا، أو الأشخاص الذين يمتهنوا مهام غريبة، يعني في أحد المقتنين أعمالي هو تصور لاعب ملاكمة بريطاني، هذا أمر مستغرب. في احدهم تصور انه تسلق على عدة جبال بالعالم، كليمنجارو وغيره، يعني الالب هوايته هيك، قصدي الدافع تبعه انه كيف هو بيحب عمالي، وهو من مهنة غريبة يعني العلاقة بالرياضة والعضل، شيء غريب يعني. طبعا هدول في اشياء طبعا اسماء اخرى يعني بتستغرب على هذا الشيء، يعني فهذا معنى انه اللوحة تبع هي تخضع لعدة أشخاص، يعني فكرة الإرادة موجودة، فكرة القوة والأنفة بعمالي بشخوص موجودة. الأشخاص اللي بيحبوا عمالي هن لازم يتشابهوا مع الأنفة والكرامة أو الشرف أو الفروسية أو النبل اللي موجودة بلوحاتي، حتى يصير هذا الاحتكاك، حتى يصير هذا الحب يعني.